جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مستمع من المدينه النبويه يسال ويقول: عبد الرحمن شحات، حدثونا عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر في القران الكريم او في اثناء الصلاه وجهه او اثناء الخطبه، توجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. تشرع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، تشرع عند ذكره، لكن ان كان في صلاة أو حال خطبة الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يرفع بها صوته، وإنما يصلي ويسلم عليه بينه وبين نفسه. أما فيما عدا ذلك فإنه يصلي عليه ويرفع صوته بذلك. نعم، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. إذا كان في أثناء الصلاة سر صالح، هل يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم سرا؟ إذا كان في التشهد الأخير نعم، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بذلك الصوت. نعم، يصلي عليه سرا لأن يتكلم بذلك وينطق به، لكن لا يرفع به صوته وإنما يسر به.